بعد عطلة لأكثر من 3 أسابيع، مجلس العموم يعود بأجندة أعمال مزدحمة وجولة جديدة من التراشق الصاخب بين الحكومة والمعارضة. استهلها رئيس الحكومة بتجديد دعوته إلى ضرورة إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان. زعيم المعارضة ريشي سوناك تصيد الملفات الشائكة أمام ستارمر في جلسة المساءلة الأسبوعية التي ركز في بدايتها على إمكان زيادة ضريبة التأمين الوطني. ستارمر تهرب من الإجابة مباشرة عليه مكتفيا برد ساخر بأن سوناك هو الخبير في زيادة الضرائب، لكنه لم يستبعد في الوقت نفسه زيادة ضريبة التأمين الوطني على الشركات. كما يعلم جيدا لن أتطرق إلى القرارات. لقد قطعنا التزاما مطلقا فيما يتعلق بعدم زيادة الضرائب على العمال، وهو بالطبع خبير في زيادة الضرائب. وماذا نحصل في المقابل؟ لدينا اقتصاد مكسور وخدمة عامة مكسورة وثقب أسود يبلغ 22 مليار دولار. نحن هنا لتحقيق الاستقرار للاقتصاد وسوف نفعل ذلك. سوناك وستارمر تبادلا الاتهامات بشأن أداء الاقتصاد، مع اتهام الأخير سلفه بأنه السبب في فقدان الناس ثقتهم بالحكومة في عهده. كما ظل التعديل الأخير الذي أجراه ستارمر على فريقه الحكومي مادة دسمة في مجلس العموم، خصوصا وأن استقالة كبيرة موظفي ستارمر سو غراي تعكس كما يعتقد كثيرون صراعا خلف الكواليس داخل الدائرة المقربة من ستارمر.